فضيلة الشيخ وفقكم الله، أسئلة كثيرة تسأل عن مسألة الخف المخرق، إذا كان الإنسان لا يعلم أنه لا يجوز المسح عليه ثم مسح ثم علم، فهل يعيد الصلاة؟ إذا كان مقلدا لمن أفتى بذلك يظن أنه مصيب أنه على حق فلا يعيد، أما إذا كان ما يدري ولا بنى على شيء فإنه يعيد الصلاة، إلا إذا كثرت، إذا كثرت كثرة يشق عليه قضاؤها فلا يعيد الصلاة. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.